بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس عن الصحة. طبعاً نفهم من الصحة يعني صحة الإنسان. الإنسان لما يمرض بيروح إلى مستشفيات، مراكز صحية، يتكون حكومية يتكون خاصة. أول سؤال إحنا بنقول ما هي الوزارة التي تشرف على المستشفيات والمراكز الصحية؟ طبعاً هي وزارة الصحة. في الدرس السابق كنا تكلمنا عن التعليم، ما هي الوزارة التي تشرف على التعليم؟ قلنا وزارة التربية والتعليم. اليوم نتكلم عن الصحة، فالوزارة التي تشرف على المستشفيات والمراكز الصحية هي وزارة الصحة. نتكلم عن مهام وزارة الصحة. يعني وزارة الصحة بإيش بتقوم؟ تقوم بإنشاء المستشفيات، يعني بناء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، وتشرف عليهم من حيث تزويدها بالأثاث، بالتجهيزات الطبية، اللي هي الأثاث زي السراير، سراير المرضى، الأجهزة الطبية اللي هي غرف العمليات، الأدوية، الحاجات اللي تختص بالمستشفى. ثلاثة، توفير الكادر الطبي والأدوية، يعني تقوم بتوفير الكادر الطبي، معناته الأطباء. طبعاً في كل قسم يعني عندنا أطباء عيون، أطباء باطنية، أطباء مخ وأعصاب، أطباء يعني كل طبيب مختص بالمهنة اللي بيكون فيها، يعني فهم بيقوموا بتوفير الكادر الطبي وأيضا الأدوية. الآن نتكلم عن المستشفيات ونعمل مقارنة بين المستشفيات ومراكز الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة اللي تتبع لوزارة الصحة. مستشفيات تختلف عن المراكز الصحية وعن مراكز رعاية الأمومة والطفولة. المستشفيات يوجد بها أقسام متخصصة، يعني في كل في المستشفيات أنت لما تروح مستشفى بتلاقي قسم، مثلاً قسم خاص بالعيون، قسم باطني، قسم متخصص بمخ وأعصاب، قسم متخصص بالسمع والبصر. ففي المستشفيات توجد بها أقسام متخصصة. أنا لما أجي أسألكم الأقسام المتخصصة هل توجد في المراكز الصحية أو مراكز رعاية الأمومة؟ لا، هي توجد في المستشفيات فقط. المستشفيات أيضا تهتم بمعالجة المرضى من حيث تتابعهم وإجراء العمليات الجراحية فقط في المستشفيات. إذا فين تقوم إجراء العمليات الجراحية؟ عن إجراء العمليات الجراحية فقط في المستشفيات. المراكز الصحية هي طبعا أقل من المستشفيات، تكون فيها الخدمات الصحية أولية زي الإسعافات الأولية، يقوموا بالتطعيم، بالتحصين، ما فيها طبعا ما فيش إجراء عمليات جراحية فيها، هي بس خدمات صحية أولية، يعني إسعافات أولية مش زي ما المستشفيات، لأن المستشفيات فيها أقسام متخصصة وكبيرة ومجهزة بغرف العمليات. أما المراكز رعاية الأمومة والطفولة فهي فقط تختص بالأم والطفل، متابعتهما والتطعيم ضد الأمراض زي الشلل، زي الكزاز، زي هذا بيتابعوا الأم من بداية الحمل، وبعدين يتابعوا الطفل، يقوموا بتحصينهم وتطعيمهم. معاكم الآن واجب صفحة 57، تكملوا الرقم ألف وباء وثلاثة. الواجب صفحة 57، واحد واثنين وثلاثة.